فالطبية عند الناس تكاد تكون منعدمة، ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي. وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع. عندي مشكلة الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش ده لي علاج بالليزر، علاج تجميل. ترهلات الجلد تحت الذراعين وعلى المعدة وعلى الأرداف بعد عمليات السمنة آثار غير مرغوب فيها، لكنها مع الأسف حتمية بسبب فقدان كمية كبيرة من الوزن في وقت قصير. وهنا بيجي دور جراح التجميل المحترف اللي بيحقق النتيجة النهائية اللي بيحلم بيها المريض للتخلص من كل المضايقات دي. إجراءات تجميلية بيتم فيها شد الجسم بالكامل والتخلص من ترهلات الوجه والثدي وترهل البطن والأفخاد لاستعادة الجسم المتناسق والمظهر الجمالي المرغوب فيه، واللي بسببه أقدم المريض على جراحات السمنة. أهلا بكم. في مثل زمان قوي مشهور في بين المصريين اسمه بيطلع من نقرة يقع في ضحتيرة. المثل ده في الطب في حاجات كتيرة قوي. خلينا يعني بحكي لكم من وقت للتاني كده على تطبيقات هذا المثل في الطب. يطلع من نقرة يقع في ايه؟ في تحضير. عندنا نقرة كبيرة جدا، مش نقرة، دي حفرة كبيرة جدا جدا وضخمة في عالم الطب، هي السمنة المفرطة. بلا شك مرض خطير جدا، ده حفرة كبيرة بيقع فيها المريض، امراض سكر ضغط، ايه اللي القصة اللي انتوا عارفينها في السمنة المفرطة. يقرر انه يعمل عملية جراحات سمنة او يخس باي طريقة. في السمنة المفرطة علميا مش هيخس غالبا غالبا الا بجراحة سمنة. فيعمل جراحة السمنة ديت، فنبص نلاقيه بدأ يخس، يقع في الضحضيرة، بعد كده يلاقي ترهلات في كل حتة في جسمه، فينقلب جسمه شكليا من الظاهر حلو لكن داخليا في مشكلة. القصة دي حصلت على فكرة كتير، بس في نموذج ليها انا عايز احكي لكم عنه دلوقتي. في واحدة اسمها بريندا وكارل. بريندا وكارل دول قصتهم ان هم اتجوزوا وكان وزنهم زيادة قوي، زي ما انتم شايفين حاجة من النوع المفتخر، حاجة ضخمة. بدأت بريندا تقول لا انا امورة، انتم مش تخيلين بقى يعني. طبعا في الجراحات السمنة عايزينه بناخد برضو قصة بريندا دي، لانه بريندا جميلة بس مش دارية، هي مش داريانة. شوف دي بريندا دلوقتي، شوف دي بريندا بعد ما عملت عملية تكميم مات، بقت انسانة تانية خالص. ما كناش نتخيل ان دي بريندا، بس في مشكله كانت عند بريندا انها عندها ترهلات عنيفه. فوق باللبس مش باين اي حاجه، لكن في ترهلات اهو، الجلد بدا يترهل بهذا الشكل العنيف. طبعا الحل هنا في هذه الحاله، طبعا لان هي سنها مش صغير برضو بريندا، فالترهلات موجوده، فالحل هيكون اكيد جراحه شد الجلد اللي هو الفيس ليفتنج. ده مهم جدا 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 في هذه الحالة. الفيس ليفتنج هو المنقذ بالنسبة لحالة عملت جراحة سمنة وبدأت يحصل فيها ترهلات بهذا الشكل. بس قصة البودي ليفتنج اللي هو شد الجلد كله بتاع الجسم، وهيبقى برضو ممكن نحتاج إلى فيس ليفت اللي هو شد الوش كمان. هنحكي القصة دي بس من ناحية العلمية بقى، نشوف الحل إيه لمثل هذه الحالات، حل لبريندا وغيرها في العالم كله، مع ضيف العزيز الحقيقة قمة علمية كبيرة في عالم جراحة التجميل، وبيسعدني بحواره دايما وباختياره المواضيع خارج الصندوق وبأسلوب علمي جدا ولكن دقيق للغاية، وأيضا في طريقته بيبقى غير تقليدي، وده شيء أحبه جدا في عالم الإعلام، الذي أحبه جدا على المستوى الشخصي والذي يعني أعتز جدا بوجوده معنا، قمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم جراحة السمنة، وواحد من سوبر ستارز هذا المجال، الأستاذ الدكتور حاتم الصحار. أي عيان بيعمل عملية في وشه بيبص على وشه في المراية 300 مرة في اليوم. عملية تصليح أنف بالجراحة المفتوحة أو بالجراحة المغلقة، ولا الحق للمريض إنه يعرف الفرق بين الاثنين؟ أحسن حاجة موجودة في العالم دلوقتي هي الدكتور. لماذا أصبحت ترهلات الجسد ب
بهذه الدرجة من الانتشار. زي كانت 50% بقت 80%، 30% زيادة دول سبقوا من العمليات السمنة اللي اتعملت. الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. ضيف العزيز الأستاذ دكتور حاتم الصحار، منورنا وشرفنا وسعداء بهذه الزيارة. ربنا يخليك دكتور. وسعيد باختيارك للموضوع، يعني قد كده الحالة بقت منتشرة؟ هو الحالة بقت منتشرة وما كانش فيها جايد لاينز. آخر مؤتمر في أمريكا، آخر مؤتمرين اللي هو الأسابس والكاتينج إيدج اللي هم ورا بعض شهر 11 و12 طلعوا جايد لاينز للتعامل بهذه الحالات. فانا جاي اقول النهارده بس ايه هي الجايد لاينز، وده معترف بيه عالميا. كانت المشكله ان كل واحد دكتور بيتعامل باسلوب معين مع الحاله، فهم لازم في اي حته في العالم في الطب بيطلع حاجه اسمها جايد لاينز اللي هي بتمشي على واحد سلم معين بتمشي عليه 1 2 3 4. فهم كان السيمه بتاعت المؤتمر كله مش على ده بس، على البادي كونتورنج، على ناحيه الجسم عامه. كان منه موضوع مهم اللي هو الناس اللي بتعمل تكميم وتحويل مسار، كميه الترهلات اللي بتحصل. طب الراجل ده فعلا زي ما انت قلت وقع من طلع من حفره وقع في ضحضيره، طب هو شكله حلو بره بس جوه لما بيقلع الهدوم كميه الترهلات الموجوده كتير، وخصوصا ان العيانين دول نزلتهم زادت جدا 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 مع تطورات عمليات السمنه والتكميم وتحويل المسار كل هذا. طيب هم حطوا 3 اسئله. ثلاث اسئله: هو وين اند هاو، وحطوا اجابات ثابته لكل واحد. هو اللي هو المريض الذي فقط فوق 20 كيلو ده يعتبر مريض معرض للترهلات، وخصوصا اذا لم يمارس رياضه. فوق 20 كيلو فقدهم بقى لوحده، عمل عملية تكميم، عمل تحويل مسار، عمل واتيفر، هو عمل ايه؟ فقد اكتر من 20 كيلو معرض ان هو يجيله ترهلات شديدة، وخصوصا اذا لم يمارس رياضة. ده هو. تاني سؤال: وين؟ امتى؟ امتى الراجل ده يبتدي نشتغل عليه كدكتور تجميل؟ عندما يثبت الوزن. كلمة يثبت الوزن في مجال العلم عندنا كلمة عايمة. يعني ايه يثبت الوزن؟ يثبت الوزن يعني الاتي: اول شرط ان الدكتور اللي عمله التكميم وتحويل المسار قال له كده اتس اوفر، او تمام، ان هو بقاله 3 شهور بيتأرجح من 2 كيلو عالي نازل 2 كيلو عالي نازل او 3 كيلو، اللي هو الانسان العادي اللي هو بيزيد 2 كيلو وينقص 3 كيلو اللي هو الالترنيتنج في البروسيس بتاعت ان هو يفقد وزن ويكسب وزن. ده وين. يبقى اذا عيان لسه بيخس ما ينفعش يتلمس. عيان بقاله 6 شهور عمل تكميم ولسه بيخس ما ينفعش يتلمس. عيانه بتخس لوحدها تيجي تقول لي طب شديني دلوقتي، طب انت يا بنتي خلصت خسان الوزن انت عاوز توصلي له؟ لا لا، لما تخلصي نبتدي نعمل ايه؟ التكميم. هاو ازاي؟ هاو بقى دي بقى اللي كان فيها كلام كتير. تقنية؟ لا، دي كذا حاجة. أول حاجة مفيش باترن ثابت للترهلات، دي كانت أول قاعدة. مفيش باترن معين وشكل مفيش معين، يعني سابق. كل واحد 10 خسوا كلهم خسوا 30 40 كيلو، كل واحدة خدت الترهلات بشكل معين. ده رقم إيه؟ 1. ولهذا كل حالة تتعامل كإنديفيديوال كيس، كل حاله بحالتها، يعني مفيش حد يقول اشمعنى دي عملت كذا ودي عملت كذا. تالت حاجه: الديترمنت الكي بتاعك، المفتاح بتاعك تقسيمه العظم. دي تالت حاجه. يعني تالت حاجه تقسيمه الايه؟ العظم. رابع حاجه: ممنوع يتعمل الجسم كله مره واحده، ممنوع. تاني بقولها:
يتعمل الجسم كله مرة واحدة، ممنوع يتعمل الجسم كله مرة واحدة. ليه؟ ما ينفعش في معادلة واحدة تظبط كذا فاريبل. يعني ما ينفعش ابقى اي معادلة فيها اتنين حاجتين انت مش عارفهم عمرك ما هتعرف تحل المعادلة دي. لازم بتظبط حاجات وبتظبط عليها، بتبني طوبة فوق طوبة فوق طوبة. ليه كمان؟ العيان اللي عمل تكميم وتحول مسار، خصوصا ان هو بيفقد وزن كبير، بيبقى فيه حبه نقص فيتامينز مع حبه، يعني بيبقى صحته مش قويه قوي، فما ينفعش تضربه في كل جسمه مره ايه واحده. فهاو برضو حقن الدهون في الاماكن التي فقد الدهون لا تتم على مرحله واحده. يعني مثلا عندها الوش وقع او الاغداف وقعت، هنحقن فيها دهون، لا تتم على مرحلة واحدة. اخر حاجة، ودي ما اتقتش في المؤتمر، دي هتنقلها في مصر، اللي بيعمل دي مش هو اللي بيعمل دي. اللي بيعمل تكنولوجيا المصار مش هو اللي بيعمل عمليات الايد. ما خطرش في دماغهم ان هم يقولوا في المؤتمر انه جراح السمنة ما ينفعش يشتغل جراح التجميل. ما خطرتش في دماغهم. زي ما اجي اقول كده مثلا، ما ينفعش انه السمكري يعمل لك مكانه في العربيه. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اجيب حد محامي او مثلا محاسب يخرج البرنامج. ما ينفعش. ما ينفعش. هي بالظبط كده. فدي احنا اللي زودناها عندنا. يا جماعه التجميل تخصص لوحده، والتجميل انا ما بعرفش اشتغل تجميل، والتجميل ده واحد ايه لوحده. ده الجزء الاخراني. طيب هاو تو ديل وذ بيشنت. العيان بيجي لك ازاي؟ اول العيان بيتكشف كله على بعضه. ده رقم ايه؟ واحد. رقم اتنين، بنشوف العيان كنفسيا مشاكله ايه. واحد اتنين تلاتة، انت مديها من ايه الطرقات اللي عندك. لازم تحط رغبه العيان برضو في اعتباراتك. رابع تالت حاجة، اشوف بقى ايه الطرقات بعضها. هل البطن هتعمل مع الثدي؟ هل البطن هتعمل مع الضخ؟ هل الثدي هتعمل مع الدراعات مع جناب الثدي؟ هل الافخاد هتتعمل مع المؤخرة؟ ايه الباترن اللي هيمشي عليه؟ اخر حاجه ودي اهم حاجه، الجيب لازمة اعتمده في امريكا اخر مره انه هو الجهاز الوحيد المعتمد لشد الترهلات البسيطه والمتوسطه وتقليل الجروح في الترهلات الشديده. اعتمد رسميا. ان واول بحث اتعمل، هيتعمل اتعمل بروتوكول بتاعه في القصر العيني، في كل الطب القصر العيني هتجيب لازمة، اتسجل من اسبوع او اسبوعين. فطلعت جيب لازمة. كانت مشكلة العينين دول ان اللي يجي يعملهم شد ترهلات كمية الجروح اللي تبقى موجودة كتير. فجيب لازمة هو اصلا وظيفته في الترهلات المتوسطة والبسيطة، هو ده نسبة قليلة من هؤلاء الناس. يعني مش نسبة كبيرة، بيبقى عندهم ترهلات بسيطة أو متوسطة. أو بيبقى فيه ترهلات شديدة في أماكن وترهلات بسيطة متوسطة في أماكن أخرى. فإذا الترهلات البسيطة المتوسطة انسى خلاص يا أستاذ العيان، مفيش جرح هيتحط فيك. كله هيبقى فتحة صغيرة يتشد منها الجلد عن طريق الجيوبلازما. جت الترهلات الشديدة. طب أستخدم جيوبلازما ولا مش جيوبلازما؟ كل ما قل كمية الترهلات أو قوة الترهل كلما قل الجرح. او الندبة اللي هي ايه هتتعمل. فاذا يجيب لازمة وظيفته في هذه الحالة مش الشد كاملة، تحسين عدد الجروح. يعني بدل ما اعمل في المسن ده مسن جرح 10 سنتي يبقى سنتي 2 سنتي، فلازم اعمل مرحلة اولانية في الطهارات الجديدة يجي بلازمة. اعتمد في اربع اماكن. رقم واحد، الافخاد من الداخل كجيب لازمة استخدامه. الدراعات، الرجالة، ودي مهمة قوي قوي قوي، الثدي المترهل بقى في الرجالة اللي فقدت وزن كبير، نتائج مسهلة بالذات ده. البطن، سوري، الضهر، الترهلات البسيطة اللي في الايه؟ اللي في الضهر. ده كان نتائج الايه؟ المؤتمر اللي حصل في امريكا في شهر 11 اللي فات. دي النتائج بتاعته. البطن هبدأ بيها الأول، لأنه هي البطن
اكتر حاجه بتضايق المريض واول حاجه بيمسكها في حاله الترهلات تلاقي على طول اول ما ماسك بطنه بالزبط. ومش شايف يعني الست مش هتبقى شايفه لا ظهرها ولا الارداف ومش واخده بالها منها ومش مضايقاها قوي لكن البطن قدامها قدام جوزها فالموضوع البطن عايزين نتكلم عنه شويه البطن اولا بنشوف البطن هي مشكلتها ايه هل هي دي فقدت وزن كبير غالبا المشكله مش مشكله دهون وعلى فكره العينه دي تبقى عندها مشكله هي فاكره ان لسه تخينه مش عارف ان اللي ماسكاه ده سمك الجلد نفسه يعني ده الجلد مش دهون يا ست الكل فدي تقول لي انا عاوز اخس كمان يا ست الكل ده مش دهون ده جلد مترهل زائد طب الحل ايه الحل الاتي لو العضلات ده كويسه لو العضلات كويسه جي بلازما فتحه صغيره في تحت الشفط بيشد الجلد في هذه الايه الحالات وبيجيب نتائج 100% في الحالات الترهلات البسيطه والمتوسطه في الترهلات الشديده بيقلل الندبه اللي بايه اللي بتحصل بيقلل الجرح اللي يتعمل في الشد ده جي بلازما بنستخدمه ده كان في امريكا في البطن طيب لو كان في ضعف في العضلات ممنوع اعمل الجي بلازما هنعمل شد بطن عادي شد بطن او بيسموه دلوقتي ابدومينال سكابتشر ما بقاش شد بطن عادي لان هو مش مجرد بتعمل عضلات بتعمل خصر بتعمل شادو لاينز بتاعت العضلات بتاعت البطن بتعمل البطن من الامام شد البطن بقى شد البطن المعروف يعني. المعروف بس بتقنيه جديده فتحه صغيره في البيكيني لاين بترجع البطن كأنها ما عملتش حاجه خالص فاذا الجي بلازما بيسدش عضلات فالبطن عندنا حاجتين لو ما فيش عضلات يبقى جي بلازما لو في عضلات ضعيفه يبقى لازم نعمل تقنيه شد البطن العاديه اذا ده مفهوم لكن نسبه الامان مع الجي بلازما ونسبه الامان برضو شد البطن نسبه الامان في عمليات التجميل كلها ثابته لان الاتي ممنوع اصلا تدخل عيان عليه ريسك عمليه تجميل يعني ما يجيش عيان عنده سكر وضغط وقلب وجلطه طبعا عمليه التجميل دي هل فيها ريسك عليه؟ خلاص كنسل ما تعملش لازم يبقى العيان متظبط ده رقم واحد رقم اتنين عمليه التجميل سواء شد بطن سواء جي بلازما بنج موضعي العيان صاحي ده رقم اتنين رقم ثلاثه الجديد بقى مفيش بقى في المستشفى اي عمليه تجميل دلوقتي مفيش بقى في المستشفى في اي انا ما بتكلمش على العمليه دي في اي عمليه تجميل بسبب مفيش احتياج بسبب الجهاز البي سي اي اللي هو بيشنت كنترولد انالجيزيا عباره عن ساعه بيلبسها العيان وتوصلها بزازه صغيره كده بيديله على مدار 24 ساعه لمده 70 ساعه يعني 3 ايام 4 ايام شوتس من المسكنات فليس يوجد هناك احساس بالالم ودول عملوها عشان حاجه مهمه جدا مش عشان الالم عشان كمان العيان يتحرك وما يحصلوش اي مشاكل من غقده كتير في السرير والكلام ده كله الدراعين الدراعين في الشد مشكله قديمه قوي لان احنا كنا بنشوف برضو نتائج الشد في الدراعين انا في رايي ما كانتش مرضيه لانه شكل الجرح كان بيبقى واضح بالظبط المراه بتبصش على شكلها وهي لابسه المراه بتبص على شكلها وهي يهمها الاثنين بيهمها الاثنين بس الاهم بالنسبه لها شكلها لنفسها قدام المرايه جرح الشد كان بيتحط في حز الكتف من هنا وجرح تاني تحت الابط دلوقتي ده كان جرح الشد وكان بيتعمل بطريقه معينه بحيث انه يسيب اقل اثار ممكنه بس انت عارف الستات الاثر الكبير بالنسبه لهم زي اثر ايه الصغير انا مش عاوز جرح يبقى فيا يا دكتور بالظبط كان بالجرح بيبقى هنا الترهلات الشديده جي بلازما ترهلات بسيطه جي بلازما فتحه زي فتحه الشفط بيشد الدراع بنسبه 80 ل 90% فلما تيجي تقول للعيانه بنسبه 80 ل 90% هشدك بدون ما احط فيكي اي جرح ولا اشدك 100% واحط فيك جرح بالطول تقول لي لا ان شاء الله 60% وما احطش ايه جرح الجي بلازما فعلا نتائجه في الدراعات وهميه والحمد لله مصر اول دوله تستخدم الجي بلازما على مستوى الشرق الاوسط الحمد لله كنا اول ناس يعني كنا اول ناس شهر 9 اللي فات
اول حاله دراعات تتعمل على الشرق الاوسط ونتائج ابحاثها وصلناها شهر 8 اخر 8 اول 9. طيب امتى تنقل من الجيبلازما للجراحه في شد الدراعات؟ مفيش ده بالذات في الدراعات بالذات ده حتى لو كان ما... حتى لو كان شديد اللي بيحصل الاتي عشان بس الناس تبقى فاهمه لو ترهلات من الدرجه الرابعه في الاتي انت مشكلتك في جرحين جرح حمزه حرف التي جرح في الحزه لو جرح تحت الايه الابط بنعمل جي بلازما بنسبه 99% الجرح اللي بتوضع مش هنحتاجه لو احتاجنا بعد كده تشوف جرح صغير تحت الايه الابط يشد لحته الجلد اللي ايه اللي باقيه وده نتائج معتمده من امريكا على الموضوع ده في الاخر مؤتمر ان انت في الجيب لازمه بالذات في الدراعات وفي التثدي عند الرجال بالذات. طيب نيجي للثدي، الثدي بقى بيحصل فيه مشكله مخيفه جدا ان فجاه بترهل وده برضه بيخلينا نفهم هل هو الثدي نسبه الدهون الموجوده فيه ما هو ولا هي في تغيرات هرمونيه بتحصل بعد العمليات؟ لا هقول لحضرتك حاجه صغيره، الثدي ملي غدد زي ما متفقين. طبعا. وفي اربطه موجوده ماسكه الثدي بشكل معين. كويس. الاربطه دي سبورتد او مدعمه بوجود كتل دهنيه. كتل دهنيه عاليه. هي بتفقد الايه؟ الكتل الدهنيه. فاللي بيحصل الغدد زي ما هي. بس الاربطه اللي مديها شكل الثدي بتروح مريحه. بص بقى كل كوم والثدي مأساة تانية. السيدات انت بتتكلم في رمز الانوثه عندهم طبعا الثدي ولا بتشد بجيب لازمه؟ لا طبعا. كويس. وحتى هيتعمل شد جراحي بجروح بسيطه ولازم في 99% من الحالات هيتحط سيليكون. ساعات كمان بينهار من جواه. هو الفكره كلها مش بقى ترهل بس ده حجمه نفسه بيروح. ده هما قالوا الاتي حجمه كويس الاربطه الضعيفه دي لازم يبقى في حاجه تدعمها حتى لو حط سيليكون اصغر مقاس ممكن الحاجات البسيطه جاست سبورت الايه الدعامات اللي موجوده جوه الايه الثدي. فاذا ترهلات الثدي في الناس اللي فقدت وزن لا تنفع الا باستخدام كويس. بالنسبه لجروح الثدي لا تترك اثرا. يعني قلناها قبل كده البريست از فيري فورجيفنج فور سكارز بيسيبش علامات الكلام ده كله مسامح في السكارز جدا عاده لا يحدث ندبات جروحه عنيفه ولذلك احنا بنشوف يعني مثلا انه الجسم كله ممكن الجرح فيه يسيب ند الا الثدي. الثدي امراه عكس الثدي راجل الا ثدي المراه ثدي المراه بس رحمه محتاجه دراسه. الراجل هقول لك ابسط مثال بص على الرجاله اللي عاملين قلب مفتوح على هتلاقي الجرح باين قوي كويس يعني اكيد شفت يعني بتشوف فعلا صح الست يعني جرحها بيلتئم في الحته دي وبيجي يتحسن جدا بيسيبش اثر في حته الصدر هنا بالظبط رغم ان الجرح هنا في النص في 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 ميديا الثدي نفسه قوي جدا سراقته بجرح السراقه السيدات الثدي وطبعا دي رحمه من عند خالق سبحانه وتعالى ومش معروف لها سبب لحد دلوقتي. طيب عايز اتكلم على الفخذين بقى لانه كان جرحهم برضه رخم جدا حرف التي ده مش تي ده زد انت عارف هو واحده بتقول لي ده في هندسه عندهم مصدر حرف اتي حرف التي هم مسمين الجرح حرف التي بتاع بتاع مدرسه بتاع الهندسه الفخاد مشكلتها ان هي مش هقول لك 3 دي هي فوق اربع وجوه وجه داخلي وجه خارجي وجه امامي وجه ايه خلفي الوجه الداخلي بتاع الافخاد اللي هو الجزء الداخلي هو ده اسوأ المناطق اللي بتظهر الايه بسرعه بتتشد كويس قدامك حل من الاثنين لو ترهلات بسيطه متوسطه انت ما عندكش اوبشن غير جي بلازما تاني جي بلازما المشكله في الترهلات الشديده واغلبيه السيدات او الرجاله بيعملوا فخاد يعني بيبقى عملوا تخمير وتحويل مصاب بيبقى عندهم مشكله في الجزء الداخلي من الافخاد ان الترهلات فيها شديده جدا. الحل الاولاني اعمل حرف التي اتلغى او اتوقف. الحل الوحيد دلوقتي بيتعمل جي بلازما الاول. جي بلازما كمرحله اولى. التي ده عامله زي حاجه بالعرض وحاجه بالطول. الجرح اللي بطول الفخد بيتعملش. هيبقى فاضل لا لو احتاجت بعد 3 شهور جرح بسيط
في حز البكيني من فوق عشان تشد بقيه الجلد الايه؟ هو جيب لازم وظيفته دلوقتي نحولها من تغلط شديده لتغلط ايه؟ متوسط اقل. هي دي قصه الايه؟ الافخاد. طيب ده هيخلينا نروح برضو عن نحت الجسم في سؤال لهاني عفيفي، تعالوا نسمعه ونشوف نحت الجسم بقى في النهايه. ما هو الجلد الجسم جه في شكل مش حلو، هنلجأ لجراحة التجميل عشان نصل إلى جسم حلو اللي هو بالتعبير دلوقتي بتاع التجميل اسمه لايبوس كالتشر، كالتشر صح كده؟ كالتشر اللي هو النحت. طب النحت ده يتم ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. كتير من حالات السمنة العامة اللي بتنجح في التخلص من وزن زايد باتباع نظام غذائي دقيق أو رجيم أو بممارسة الرياضة بانتظام بتواجه بعدها مشاكل في الترهلات، وبعضهم بيعاني من سمنة موضعية في مناطق محددة في جسمه. كل دول حلهم المثالي هو عمليات نحت القوام. عمليات نحت القوام بتتم دلوقتي بطرق متعددة، منها الليزر وتقنيات الموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء والميزوثيرابي، وطبعا الدكتور المتخصص هو المعني بتحديد الطريقة المناسبة لكل حالة. ايه هي تعليمات الطبيب للمريض بعد إجراء نحت القوام؟ بيجي لك المريضة خلاص عملت جراحة السمنة تقول لك اعمل لي بقى نحت قوام عشان انا جسمي مش لطيف. هل بعد كده عملنا شد جلد، عملنا نحت قوام، عملنا واتيفر، هل انتهت مسؤوليتك؟ هل العلاقة؟ لا، الكلام بيبقى قبل ما نعمل. قول لي بقى، هو قدامك حل من الاثنين، لا تحافظ على اللي انا عملته ما نعملش من الاول خالص. اصل بتكلم جد، مشكلة تيجي تقول لك ايه؟ انا بقول لك والله العظيم ده بيحصل، عملت لها نحت، تيجي بعد سنة ونص شفت يا دكتور العملية باظت. يا نهار ابيض، هو انا كنت عاملها بتايمر هتفرقع بعد سنة ونص قنبلة موقوطة؟ لا، هي مش كده خالص. هي الفكرة كلها انا بسلمك حاجة انت ارجوك حافظي عليها. حافظي عليها بايه؟ هما حاجتين، هيلثي فود، اكل صحي، وممارسة رياضة. هما دول اساس اي عملية تجميل. طبعا انا ما بكلمش الكلام ده كله، هيلث فود وممارسه ايه؟ رياضه. هم دول التو جولدن رولز للحفاظ على اي عمليه جراحه تجميل. وشرب الميه. هو انا بتكلم اكل حس صحي ده. صحي بقى، شرب الميه. شرب الميه، الخضار، الفاكهه، نقلل الدهون، نقلل السكريات، يعني هيلثي فود، هيلثي لايف ستايل. هو ده اللي حافظ على اي عمليه نحت. ضيف العزيز المبدع في حوار دائما والصديق والزميل المبدع الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق والجمعيه المصريه لجراحات التجميل، كان ضيفي في الدكتور. خليكم دائما مع الدكتور.